أيوة على وشك يا رتيبي، اللهم صل على النبي، تبارك الرحمن في مصر. شهادة أبو ربحي؟ شو هاد يا بي؟ هلا أنا بدي أتجوز وحدة مثل هاي؟ خلاص وسدي راك، هاي حرمتي، يعني صارت خالتك مرت أبوك. إيه؟ ولي هلا عمتي؟ ولي هلا عمتي مرتك أنت هاي؟ إيه؟ رتيبي صارت حرمتي على سنة الله ورسوله. لك لا الله يخليك ويرضى عليها. آمين يا رب العالمين، الله يسلم لك ياها ويحفظ لك ياها، وإن شاء الله بتفرح فيها وبتشوف أولاد أولادها. الله يخلينا ياك يا مختار. وأنا بصراحة على قد ما لي متعلق بهي البنت ما رضيت أتجوزها مشان التم قدام عيني. بس هالشي ما بيجوز يا أبو جوان، البنت لازم تشوف حياتها وتتجوز وتشوف غرفتها. مشان هيك أنا رجعت على الشارع، قلت لحالي بجوزها لواحد من أهل البلد، يعني بتم تحت عيني وبدير باله عليها. لك يا أخي الغربة كربي. إيه والله الغربة كربي، بس يا عيني عليك إذا بتسوي إيه، عيني الأعلى يا أبو جواد، عيني الأعلى. وبصراحة أنا ناوي أكتب لها كل شيء باسمها، ما بدي حدا من عيلتي يعني يطمع فيها. لك يا بني ربا شو بتفهم. يا عيني عليك يا أبو جواد، ليش شو في عندك أملاك باسطنبول؟ خير أهو، عد على إيدك. هات لشوف. يا سيدي ربحي، طلع فيني لشوف، حط عينك بعيني، شغل لي عنك يا ابني الله يرضى عليك. في فرصة وإجت لعنا لازم نستغلها، عم تفهم؟ ولا تضل حاصر لي حياتك بفريال. يا ابي فريال حرمتي، وانا بحبها كثير وما بحسن استغني عنها. انا ما قلت لك تستغني عنها. لكن شو يا ابي؟ فهمني انت شو بدك؟ قلي يا ابي. برضاي عليك لا تفوز النعمه اللي رح تغنيك لولد ولدك. لا حول ولا قوه الا بالله. بس يا ابي نحن مالنا بحاجه مصاري بنوك. لك ايه، بس اللي معنا مو قد اللي ما حرمتك رتيبي. شو ها؟ سويتها حرمتي كمان؟ ولك رح تصير حرمتك على سنة الله ورسوله. رجال جاي باسطنبول ومعه أموال ما بتكل النيران، ليش هالمالية هي ما تصير إلا نحن لكمي؟ ليش؟ ليش لتروح لغيرنا؟ يا ابني أنا ما بدي أتجوز. ما بدك تتجوز؟ لك ربحي شغل لي هالطاس الفاضي بين كتافك، عم تفهم؟ الرجال رح يسجل كل املاكه باسم رتيبه. شو يعني؟ شو يعني يا ابي؟ بالغصب بدك يعني اتجوزها للمخلوقه؟ بالغصب وبكسر راسك كمان. ولا قسما بالله اذا ما بتتجوزها لا اغضب عليك ليوم الدين، عم تفهم؟ ليوم الدين لا اغضب عليك. لك يا ابن عمي اسمعني اسمعني. لك والله فريال بنت عالم وناس واكابر وما في احلى منها، وبتحبه لربحي وربحي بيحبها وطاير عقله فيها، بعدين يعني اثنيناتهم لك عرسان جداد ما صلوا من امبارح العصر، معقوله؟ معقوله؟ والله اذا دريت والله والله لا يفقع عقله. كل هذا الشيء اللي ذكرتيه بعرفه. يومين ثلاثه وبتنسى وبتعيش مع ضرتها وبصيروا مثل الاخوات. شو يا بعدي؟ اخوات شو؟ لك اخوات شو؟ شو عم تحكي انت؟ بحياتهم الضراير ما بصيروا اخوات، خلصنا بقى. حفيظة فرصة وجت لعنا برجليها، ما رح نخليها تفلت من بين ايدينا، عم تفهمي؟ الضرة اللي جاي كنز كنز مدفون. طيب انت هلا عم تحكي هيك من عندك، بس انت شو عرفك؟ معقولة ابوها لهالبنت يرضى يجوزها لواحد متجوز؟ هات لشوف. ايه ابو جواد كل همه يجوز بنته لرجال من اصول يدير باله عليها، عم تفهمي؟ وربحي ابني ابن اصول، مشان هيك ضمانه انا لابو جواد انه يقبل. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يمرقها على خير وبس. امين يا رب العالمين، الله يمرقها على خير، والخير بده يجي منك يا حفيظة. حطي هالبنت وعدي اقنعيها الله يرضى عليكي، اقنعيها بمعرفتك، انا عرفان انك انت قادرة تقنعيها، ما بدي شوش قرب لهمها. وانا رح ابعث خبر لابو جواد اللي عندي على المطافي جس نبضه. مثل ما قلت لك بتعملي الله يرضى عليكي، خاطرك يا حفيظة.
معك ابن عمي. لك شو عم تقولي انت؟ ما اسمع سمعيني. لك طولي بالك طولي بالك، لا تجي تقبريني، الموضوع مو هيك، بس خليني فاهمك بالترتيب. لك شو بدك تفهميني؟ شو بدك تفهميني؟ والله على جسدي ما بتفوت بنت ثانيه لهون. طولي بالك، عم اقول لك شبك فريال شبك بحدي، عم اقول لك الموضوع بس خليني اشرح لك. لا تشرحي لي، خلص خلص يا حبيبي. لا ما بيصير هيك. فريال فريال لك فريال. شو يا بعدي؟ قلبك تتجوز علي وحده ثانيه؟ لك هذا الوعد اللي وعدتني اياه؟ طلعت كذاب؟ لك طلعتوا كلكم كذابين. فريال فريال والله جوازك جوازك مصلحة صدقيني. مصلحة؟ عم تضحكوا علي؟ لك شوفوا لكم وحدة قبل تاني، صدق هذا الحكي اللي عم تقولوه. فريال مظبوط مثل ما عم تحكي أمي، هي الجوازي كلها مصلحة، وأنا مثل ما وعدتك قلت لك إنه أنا بحبك مستحيل أستغني عنك، بس ما فيني ساوي شيء، لازم أعمل اللي أبي بده إياه. رتيبة أبوها ماله غيرها، هي القصة. وهالبنت كانت عايشة باسطنبول، أبوها مسجل كل شيء بيملكه باسمها، عم تعرفي كيف يعني؟ ولهيك أبوها هلا عم يدور لها على عريس يكونك ابن حلال، يعني يدير باله عليها، والله هي القصة بس هيك. أيوه، وما لقوا غير ربحي يجوزوا إياها ويدير باله عليها. فريال، قلت لك إنه أنتِ الأصل، وأنا مستحيل أستغني عنك، هي الجوازة كلها رح تكون مصلحة وبس. شو المطلوب مني هلا؟ إنه أنا وافق وبارك لكم مثلاً؟ يا حبيبتي والله انا مالي موافقه اكون شريكه بهيك جوازه كلها مصلحه وكذب وطمع. وانت اذا بدك تتجوزها ربحي بتطلقني فورا، عم تفهم؟ فريال شبك اهدي. شو شبني؟ ما عاد في حكي، انا فايته طبشتي وماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. عجبك هيك يا امي؟ عجبك اللي عم بيصير؟ ليك ولحين خرب بيتي من شان شو؟ من شان المصاري، من شان الأملاك، من شان أبجوات. أنا هذا الشيء كله ما بدي إياه، ما بدي إياه. إيه يا أخي أبجوات، أنا ما بيقول علي الضلال الآن، وخايف على بنتك، وعم تفكر لمين بدك تجوزها. مشان هيك أنا نويت أتدرب منك بعد ما حكيت لي قصتك يا أبجوات. والسبعة العام منك يا مختار، بس ما فهمت عليك، شلو بدك تتقرب مني؟ عمي أنا بشرفني أنه أطلب إيد بنتك، بس يا مختار ابنك ربحي ما صار له مدة متجوز. مظبوط، ابني ربحي عريس جديد، بس أنا المحروسة ما عم بطلب على ابني ربحي. لك على مين مختار؟ إلي أبو جواد، وعلى سنة الله ورسوله. أشولت تفضلي يا رتيبة، تفضلي. شرفي شرفي، شرفت بيتك ومطرحي. مين هي ابو ربحي؟ هي رتيبة بنت ابو جواد. كمان جايبها لهون عمي؟ ارفعي عن وشك يا رتيبة. اللهم صل على النبي. تبارك الرحمن في بطنك. شو هذا ابو ربحي؟ شو هذا يا بي؟ هلا انا بدي اتجوز وحدة مثل هاي؟ خلاص وسد ذراعك. هي حرمتي. يعني صارت خالتك مرت ابوك. قولي هلا عمتي، قولي هلا عمتي مرتك انت هاي؟ ايه. رتيبة صارت حرمتي على سنة الله ورسوله. لك لا 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 استنى يا بي انا بفتح. ولي هلا امتي، ولي هلا امتي، ولي هلا امتي ما عم سدلي، ولي هلا امتي ما عم سدلي. ولي هلا امتي ما عم سدلي، ما عم سدلي. الله ما يوفقك، الله ما يوفقك. طولي بالك يا مش عم الله لا يوفقك، لا الله لا يوفقك، خربتي بيتنا. طولي بالك يا عمو، طولي بالك مشان الله، لك طولي بالك. خرب بيتي يا صهري. يا لطيف يا الله، خرب بيتي. خير؟ شو كبابية اللي باسطنبول؟ حزت على كل اموالي. شو رح احكي؟ لك وحتى لاحقيني لهون على البيت. يا لطيف،
وما لا سجل شيء باسم حرمتي قبل ما يحسوا على املاكها. لك مالي مسجل لحدا مثليك واحد. ولي ولي على المصيبه ولي على الضرب لك. لا بصراحة يا خالتي أم جبري، أنا جيت لعندك من دون علم أمي وبدون علم أي حدا، مع أني ما بآمن بهي القصص كلياتها اللي أنتو بتشتغلوا فيها ولا بصدقها، بس من بعد ما هربت أختي ما بعرف هيك شلون ما حدا خطر ببالي غير أنتي. واختك ليش هربت يا فارس؟ يعني بصراحة والله ما بعرف شلون بدي اقول لك اياها. ابي شافها واقفة مع احباب لزاب مع الفران، بس يشهد ربي انه هذا الفران حاكي فيها وطالب ايدها على سنة الله ورسوله. وبتعرفي فورة الاب لما فار ابي هددها انه بده يذبحها، قام هربت من البيت. وانتو عن جد كنتوا بدكم تذبحوها؟ أعوذ بالله، أكيد ما رح نذبحها، بس بتعرفي الواحد لما بده يفور بصير بيحكي شروي غروي. هلا أنت جاي لعندي لحتى أدور لك على أختك ولا طمنك عليها؟ لا، أنا بدي أعرف الاثنين منك. أختك بمكان آمن يا فارس، قاعدة عند مرأة آدمية ودرويشة وبتحبها كتير، واختك شريفة وطاهرة وما في منها بالدنيا، بس هدول كم يوم ما فيها ترجع البيت لحتى تهدأ أعصابكم ويهدأ بالكم شوي. وبوعدك يومين ثلاثة وأنا بجيبها لعكم سالمة غانمة. خاطرك الله معك. برجع بقول لك خالتي ام جبري، انا بحياتي ما صدقت هذا اللي اسمه تبصير، بس ما بعرف هيك يعني اليوم بالذات صدقت كلامك وارتحت له كثير. فارس، اختك ستر وغطى عليك وانت لازم تكون سندها وعزوتها. خليك رجال، كون قاسي بس كون حنون بنفس الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو فارس؟ طمني، لقيتها؟ عرفت عنها شيء؟ طمني بالك يا أمو، طمني بالك، أختي منيحة وبخير وقاعدة بمكان آمن، بس هي ما رضيت تجي، بدها تغيب هيك يومين ثلاثة من هول تحت النفوس. أنت لا تاكلي هم شي بالمرة. فارس، طلع فيني هون، أنا هذا الهدوء تبعك مو عاجبني منوب، ليه وما قلت لها شي؟ اضحك، ها؟ أختك ما غلطت، والزلمة طالبها على سنة الله ورسوله. يا أمو قلت لك لا تاكلي هم، لك شو عم تحكي أنت؟ لك هي أختي، اختي من لحمي ودمي. بعدين غير هيك حملت حالي ورحت لعند ابي على الدكانه، وما طلعت من عنده لحتى رضي عليها، ووعدني انه ما يقرب منها ولا يحكي معها بالمره. طيبي قلبك ولا تخافي بالمره يا يعني. الله وكيلك مثل ما عمل لي هذا الحكي اللي صار. سبحان من نزل السكينه والهدوء على قلبك يا ابني، يلي بيشوفك هلأ ما بيعرفك الصبح، جانن وفانن كأنه بدك ترتكب جريمة. الحمد لله، الله يهدي النفوس، الله يهدي النفوس يا ابني. والله يا أبو فارس أنا ماني مطمنة، ابنك فارس كتير مبرد قلبه، كل ما بسأله بيقول لي يلا أمي يومين وإن شاء الله بتجي. أنا كمان والله ماني مطمن يا أم فارس،
خايف يكون عامل فيها شيء عملي وعم يسكتنا بهالكلمتين. والله وانا خايفه، انا مثل حكايتك. بس شو بدنا نساوي؟ انا عم دور على حل ما عم لاقي، شو بدنا نعمل؟ ما لا غير تروحي لعند ام جبري، هي بتكشف المستور. بركي بتدلنا على قرنتها لسلمى وبنعرف شو صاير فيها. لا تقلي ام جبري حاجه بقى، هي وحده غشاشه ومحتاله وكذابه. انا سلمها اسرار بيتي وروح لعندها برجلي مشان تحط رقبتي بايدها؟ مو فشرت عينها؟ قال ام جبري قال لك على الحكي. لك انا ما بعرف ليش بتكره اياك الا الادلى المخلوقه. المختار عم يقول انها مخلوقه ساده وكل عمرها ما كذبت على حدا وياما ساعدت ناس وحلت لهم مشاكله. اصلا ما حدا مقوي لشوكتها لام جبري غير المختار. ايه انا ما عم بفهم شو هالسر اللي بيناتهم لسه بيدافع عنها وبيبعت لعالم مشان تستفيد منهم. يا ام فارس، البصاره ام جبري عامله معروف كثير كبير مع المختار، والمختار حاسس انه ممنون لها وما له عرفان شلون بده يرد المعروف، مشان هيك بيبعت لها ناس تستفيد منهم ويستفيدوا منها. سيدي انا ما بدي اكون من هدول العالم ولا خطي نحبتها. نوب. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله العظيم من هيك. خالتي هلا بدي أسألك سؤال، عن حق أنت بتعلمي بالغيب؟ لا حبيبتي، ما حدا بيعلم بالغيب غير رب العالمين. بس الناس احيانا بيكون صاير معهم مصيبه عم يدلهم على قلبي ومو شايفين قدام. انا كل شيء بعمله اني بشيل هي الغباشه من على عيوني. خالتي انت والله كثير طيبه وحنونه وقلبك ابيض. يعني انا بستغرب ليش امي ما بتحبك ولا كانك اختها. كل شيء وقته حلو حبيبتي، كل شيء وقته حلو. ولسه لهلا ما عرفتي شيء عن بنتكم سلمى يا ام فارس؟ بلا، ابني فارس طمنا عليها وقال لي انه هي قاعده عند حرمه مستوره شي يومين ثلاثه، بس لبين ما يهدى ابوها وان شاء الله بيجي ابن الفران وبيطلبها رسمي. اي الف الحمد لله. قلت لحالي يعني اذا ما بتعرفي وينها روحي لعند ام جبري تقولي مخاويه والعياذ بالله. ايه ما بيخفى عليها شيء. لك تخيلي تخيلي هديك اليوم خاتمي الذهب كان ضايع عملقت ليها، هلا بدك حجه اكثر من هيك لحتى تصدقيها؟ حاجه بقى فوزيه، الله يوفقك. شو هالحكي؟ ام جبري اكبر كذابه وغشاشه، بس انا ما بعرف شلون بتصدقوها. تقولي عملت لكم عمل دوبها تاخذ مصاريكم وتبلصكم. اي يعني بس انا شفت هذا الشيء بعيني، شو بكي؟ عم قلك رجعت لي خاتمي الذهب الضايع. فوزيه اذا بدك تضلي بسيرتها الله يوفقك، احملي حالك وروحي، ماني قدراني اسمع لا باسمها ولا بسيرتها. خلصنا خلصنا ام فارس، سكرته لتمي. ايوه جبري وام جبري. شو ست فارس؟ هي اليوم الثالث واختك مو مبينه. قاعد انت ولا كانه همك شيء ومبرد لي قلبك. وما بعرف شو سرحان، سبحان الذي خلقك، ولا كأنه الغايبة اختك عرضك وجرفك، وأنا نار شاعلة فيني، لك وين أنا رح أجن؟ دي جايب هالبرد الأعصاب. يا مو، أنا بعرف وين أختي. شو؟ تعرف وين وساكت؟ إيه بعرف وينها. بس يعني بصراحة أنا كنت مالي حابب أقول لك مشان ما ياخذ على خاطرك مني. بس أنا رحت لعند خالتي أم جبري. شو؟ رحت لعند أم جبري؟ إي الله لا يعطيك العافية. تعال هون، وين رايح؟ فهمني أختك وينها؟ يا مو
سلمى هي بالاول راحت عند خالتي ام جبري وقعدت عندها، وقت انا رحت عند خالتي ام جبري وحكيت لها على اختي ما جابت لي سيره بالمره انه اختي عندها. يعني خالتي ام جبري ما عملت الا زينه العال، وقتها لو جابت لي سيره كنت شخطتها بالنص. حاجه بقى حاجه، افهمي انه اختك اختك هي وما في منها. مشان هيك لازم تروحي لعندها انت الثانيه وتشكيها على موقفها معنا، عم تفهمي؟ لولاها يا خانو بنتك كانت ابصر من هربت وكنت خسرتي الاثنين. مشان هيك يا خانو تنازلي عن حقدك وكرهك لها بقى، تنازلي. كل اهل الحاره بيشهدوا بصدقها ومحبتهم لها، عم تفهمي؟ مجبري بالك كذابه ويا ما ساعدت ناس. فروحي الله يرضى عليكي واشكريها على موقفها معنا. يلا لا لا هيك كثير، كانه عملت لكم شيء عمل لحتى تحبوها وتقفوا ضدي. لك ما فشرت عينا انا توقف بيني وبين اولادي وتخرب علي حياتي؟ انا بدي اتصرف وهلا وفورا. لك شو هاد؟ يعني انت ما خطفتي البنت؟ لا يا سيدي لا، بنت اختي وحبت تجي تزور عندي كم يوم، بعدين ليك اسلمها جوا اذا بتحبوا بالدهله اسالوها. ثاني مره تأكدي من معلوماتك قبل ما تتهمي الناس، فهمتي؟ ما توخذني سيدي، انا مالي عرفانه انه بنتي اجت بارادتها لهون. مالك عرفانه؟ اذا بتتهمي الناس بالباطل مره ثانيه راح احبسك الك، فهمتي؟ انت ليش بتكرهيني كل هالقد؟ انا شو عملت معك؟ طول عمري بتحمل منك الذل والاهانه، وطول عمري ساكته وحاطه على الجرح ملح. ما بكفي انك حرمتيني منك، حرمتيني من اختي، بكفي انك تركتيني لحالي كل هالعمر بعد ما مات ابي وقتلت امي. انتي مالك اختي، انا بعمري ما حسيت انه انتي اختي. صحيح لان التنتين قلنا نفس الاب، بس امك غير امي. امك خربت بيتنا، امك خربت بيوت العامره، وانتي ما رح تطلعي انظم منها، غشاشه وكذابه ومحتاله. لك انا شو ذنبي؟ شو ذنبي بشي عملته امي مو انا؟ لك حرام عليك، حرام، انا اختك. لك انا عايشه كل عمري بكابوس، بحلم بحكي قالت لي يا امك انه كيف بدها تقص لي لساني اذا حكيت اني شفتها عم تقتل امي، مع انها ماتت وشبعت موت. وفوق كل هذا عم تعاديني؟ لك فضحتيني بالحاره وسكتت، اخر شيء جايبتي لي الشرطه. لك حاجه بقى حاجه، قيمي هذا الظلم اللي عامي عيونك، قيمي. معقول يا خالتي؟ معقول تحملتي كل هالظلم والقهر والتعتير والإهانة وضليتي ساكتة؟ وأنا عم أقول لحالي شو هالخلاف بين الإخوات يلي ما عاد يخلص؟ أتاري إلك متحملة كل هاد ومظلومة وساكتة؟ شو يا عمو؟ ما بدك تتصالحي مع خالتي ونطوي هالصفحة بقى؟ خالتي يلي شالتني بعيونها وقت كنت ملهوفة وخايفة، ويلي تحملت ظلم منك ومن أمك ما بتتحمله الجبال، ويلي عاشت بالفقر وبالقلة وبالتعتير مشان ما تطالبك بحقها من ورثة أبوها مع إنه بيطلع لها. شو أمي؟ ما رح تغيري رأيك؟ إذا ما بتتصالحي أنتي وخالتي أنا مالي راجعة معك على البيت، ورح ضل هون قاعدة معه وما رح أتركها تتحمل هالظلم هاد كله لحاله. سامحيني أختي. سامحتك دوري، سامحتك يا نور عيوني، سامحتك.
آخ يا نوال لو تشوفي عيونه شلون غزل وغزل لما أعطيته المصاري. سبحان الذي خلقه، قلبه مثل فوانيس رمضان. يلا الحمد لله كسبنا في أجر. إيه طبعا تقبرني، طبعا بدهم يقلبوا مثل فوانيس رمضان. لكان بحياته محامل هيك مبلغ وانت بتروح تعطي المصاري كلهم؟ لك قول الحمد لله، قول الحمد لله انه كسبنا فيه أجر وثواب للزلمة. لك عطيه الربع، عطيه النص، بس مو كل الغلة. اسمعي نوال، كم مرة صرت ننبه عليكي ما تتدخلي فيني؟ عمل لك زلمة درويش ودعوته ما بترد، شو عمل لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لك رح تجنني يا رجال. لك في منهم هدول بيكونوا كذابين، مو كلهم درويش ومعتازين. لك في منهم معهم مصاري أكثر مني ومنك. لا استغفري ربك، استغفري ربك، استغفر الله العظيم. لا تواخذها يا رب، لا تقبض منا ولا دعوة. لك استغفري الله، استغفري الله يا ربي. دخيلك لا تخيب له رجل رضا، ولا تصدمه بالناس الكذابين المحتالين. منيح هيك؟ ايه يلا. نحن متعودين على كرمك وجودة أخلاقك يا ابني أرضى. يعني عدم المؤاخذة ما وقلنا حالنا عليك، وقلنا لحالنا بنطلب الطلب يعني حتى لو كان تقيلي شوي. لا يا شيخي، لا يا زعيم، بتعرفوا أنه أنا وبيتي ودكانتي كله على حسابكم. بتوكلنا على الله، معناتها بكرة بنعزم الباشا لعندك يعني إذا ما فيها سئلة. لك بتنوروني أنت والباشا، هذا بيت بيتكم، والله بكرة عندي أحلى عرس. وهيك مكون خلينا الباشا بذات نفسه يجي يزورك. صحيح القصة هي رح تكلفك شوي، بس هي زيارة باشا مو حي الله. لك أنا كلي على حسابكم أنتوا والباشا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، نورتونا والله. إيه والله، وهذا الصاف والله. شو لزقوك العزيمة وأنت فرحان ومبسوط؟ لا وممنون كمان. مو عيب عليك تقولي لزقوني؟ شو لزقوني ما لزقوني؟ عم قلك الباشا بجلالة قدره جاي يتغدى عنا بعد ما يخلص جولته من الحارة. ايوه، وليش الزعيم والشيخ معروف ما عزموا عندهم ببيتهم؟ ولا عم يبيضوش على حسابك انت؟ لك انت ما عم تفهمي علي؟ عم قلك هديك المرة الشيخ والزعيم قاموا بواجبه للباشا، وهالمرة حلفوا علي انه انا بقوم بواجبه للباشا. شو عملنا يعني؟ ايوه، بيقوموا بيخارفوك وبينفشوك بكم كلمة وبيخلوك تحط فوقك مع تحتك مشان شقفة عزيمة. اسمعي نوال، انا هي الطرنة ما عاد اسمعها منك بنوب. انا ما حدا بيخارفني، أنا اللي بخارفني ببلبس عيونه من حجر عينه بقفره إذا كان عم يخارفني. لما لا والله أنت غامرني بفضلك يا رضا، بس أنا يعني عندي 7 بنات وأمهن التامنة والعيد على البواب، ومثل ما بتعرف الأحوال على قدها يعني. فقلت يا ولد يا أبو حمدي بالغ خير أخوك الجدع العبضاي الشهم المراجل رضا. رضا هو اللي بوقف جنبك لأنه بحياته ما إجا ملهوف إلا وساعده. لك الله يخلي دياك، الله يخلي دياك يا أبو حمدي. لك مثل ما بتعرف أنت المحل والقماش وكل شيء شايفه كله على حسابك، بس بدي منك شغلي تدعيلي هيك الله يطعمني الذرية الصالحة. لك ربي ربي من عالي سما يعطيك ليرضيك يا رضا. لك الأرض تطالع لك والسما تنزل لك، لك إن شاء الله بتكمش التراب بيقلب بين إيديك ذهب. ربي يطعمك صبيان وبنات وما تقدر تعدهم. أخي رضا والله ماني عارفان شو بدي لك، يعني أنا كتير خجلان منك، بس يعني ما بدي يكون دمي تقيل عليك. شبك أبو حمدي؟ والله شلشني، شو في؟ بصراحة بصراحة أخي رضا، يعني إذا أنت يسرت لي أمر لقماش يعني ما عندي قدرة على تفصيلهم. لك عيب عليك أبو حمدي، عيب عليك تحكي هذا الحكي. بتاخد لقماش مفصل جاهز مثل ما بدك وأحسن. معك مصاري هلأ؟ معك ما معك بلا ما بدي اياهم الله يسامحك. لك ربي ربي يعطيك من خيره يا رضا يا ابن عبد الصمد. والله ماني عارف شو بدي لك. عارف لك رضا اني رح تنزل دمعتي. ربي يعطيك. لا تحكي شي يا ابو حمدي، لا تحكي، انت واهل حارتي كلهم على راسي. تعال يا ابني لا أشوف عمك أبو حمدي شو بده قماش. إيه لك يا رب دخيلك، لك شو أعمل بحالي أنا؟ لك سوح بالشوارع والوين لم الحارة؟
لك هذا نفسه اللي ربي لا يوجه له الخير ابو حمدي امبارح، ها امبارح جايب لمرته 3 رطل لحمه مشان تعمل لحمه بعجين. لك كذاب، هاد كذاب، كيف عم تصدقه؟ لك عيب عليك تحكي هذا الحكي، انت شو دخلك فيه؟ شو عم يفوز؟ شو عم يطلع على البيت؟ كمان عينك ضايقه عليه؟ لك لا ضاقت عيني عليه ولا شيء، لك يخرب بيته، لك حق تفصيله القماش ما رضي يدفع. لك يا ابن عمي هدول الناس نفسهم، ها بكره اذا دار دولابك وما بقى معك مصاري ما بقى يعترفوا عليك، لك بصيروا بيحكوا عليك. لك انت شو عم تحكي؟ لك انت مثل ما بتعرفي انا مالي طالب من ناس شيء، انا كل اللي طالبه حسن الختام، هذا هو، وكل واحد على نيته بيشتغل. ايه والله ما بعرف شو بدي اقول لك. روح يا رضا، الله يرزقك ويعطيك على قد نيتك، بس هيك. ايه هذا الحكي. يا ابني يا رضا، نحن نعرف قديشك طيب وخلوق، ومتأكدين من كرم أخلاقك، ومتأكدين كمان إنك ما رح تردنا خايبين. والأهم من هذا كله إنه نحن منعرف إنك عندك استعداد تصرف الغالي والنفيس كرمال حارتك وآله ومصلحته. يا ابني يا رضا، أنا بعرف إنه الطلب صعب شوي، بس أنت قد وقدود. كل القصة إنه جامع حارتنا صغير، وهلأ يعني الناس عم تكتر وتزيد، فلهيك قررنا عدم المؤاخذة، إنه نحن نكبر الجامع مشان شو؟ مشان هالناس تقعد وتعبد ربها وهي مرتاحة، لأنه عدم المؤاخذة واجبنا، واجبنا نأمن راحة الناس والسكينة تبعهم. لا تحكي شي، لا تحكي شي يا ابني، بعرف إنه الموضوع صعب شوي، بس الموضوع مو موضوع مصاري وبس. الموضوع عدم المؤاخذة، إنه حيط دكانتك على حيط الجامع، ونحن ما فينا نكبر الجامع غير من خلال دكانتك. بعرف إنه الموضوع صعب شوي، بس أنت لك يا ابني الله رازقك وبتقدر تفتح دكان بيرني تاني. والمكان اللي عم تتعبد فيه الناس رب العالمين وعم تذكر فيه اسم الله، أنت هي بميزان حسناتك ثوابك عن رب العالمين راح يكون كبير. فلا تفشلنا يا رضا، الله يرضى عليك. اخ شلون بدي فشلنا؟ لك يا زعيم شلون بدي فشلنا؟ انا متاكد رح يوافق وما رح يحكي ولا كلمه، وبالنسبه للدكان ان شاء الله الله بيعوضك باحسن. ايه مثل ما عم لك، اكيد بكره بتلاقي دكاني احسن منه واكبر وموقع اهم وشرح اكثر. لك يسلم لي تمك يا شيخي، ما الله يرضى عليك يا رضا، انا هذا السكوت هو علامه الرضا، عارفان كيف؟ يعني ما قالوا الامثال عن عباس، فانا متاكد انه انت ما رح تفشلنا، وانت شهم وابضاي ورب العالمين رح يعوضك. الله يجبر بخاطرك، روح روح يا رضا روح، ما في مثلك والله، انت بيضت لك، روح الله يجبر بخاطرك. الله يرضى عليك ويوفقك يا ابني، الله يرضى عليك. لك انت قد ودود، لان عارفانين مين قاصدين. ايه والله يسلم تمك يا شيخي. بيضت يا عيني عليك. وما خلوني احكي كلمه. ليه على قمتي ان شاء الله؟ وشو بدنا نعمل هلا؟ الدكانة طارت من ايدنا، والبضاعة عليك متلتله بالابو فوق بعضها، وما في ولا محل بالحارة بده يتأجر، والزعيم والشيخ من لما اخذوا منك المحل لك ما بقى حدا ورجانا وشه ولا دق بابنا ولا سأل علينا. شايف شلون؟ شايف شلون ضحكوا عليك وخلصوك المحل؟ انا ما حدا بيضحك علي اساسا، ما لحقت اعطيهم كلمة حتى هني قرروا عني. وما دام القصة فيها جامع وصلاة وعبادي، ما عاد فيني احكي ولا كلمة، وإذا قلت لهم لا بدهم يعتبروني كافر، فسكتت وما حكيت شيء. يشتري بيتي أنا؟ لك هذا البيت ما في غيره، الهيلة والفتيلة، يخرب بيتكم، لحقتوني على البيت؟ عم موقعه، قلت لك شلون بيطلب مني هيك طلب؟ لحظة، الباشا ما بيطلب يا رضا، الباشا بيأمر ونحن علينا التنفيذ عدم المؤاخذة. يا سيدي ما حذرت لا أنت ولا الباشا، يلي بده يفوت على البيت بدك سل أجره حمله إياها. طول بالك يا رضا، العصبية والصوت العالي مو من شيم المؤمنين؟ بلا مؤمنين بلا غيره، أنتوا خليتوا فيها إيمان، يخرب بيتكم، لك شلحتونا وعينا وما حكينا شيء، الدكانة وتصلبطوا عليها، هلا لحقيني على البيت؟ إيش مفكريني غبي؟ يا ظالما جاء هونك على مهري. شوف يا رضا، انت شاب ابضاي وشهم وكريم وكل الناس بالحاره بتحبك،
بس يعني حاسك في عندك مشكلة ومهموم، شو وصلك؟ الشيخ معروف والزعيم بصراحة طلبوا دكانتي، قالوا بدهم يوسعوا الجامع، مع انه انا خسرت بضاعتي وخسرت شغلي وقبلت ومن تمساكي، ولما حضرتك جيت تشتري البيت ما حدا قال لك انه هذا البيت بيت جدي وبيت ابي، يعني كل ذكرياتنا فيه. اسمع يا رضا، اول شيء انا ما طلبت اشتري البيت. ايه ما طلبت اشتري البيت، انا قلت لهم بيت رضا حلو كتير، ويا ريت يعني يكون عندي بيت مثله بالشام. قام الشيخ شو بيقول لي؟ طلباتك اوامر يا باشا. وكمل الزعيم وقال اصلا يا باشا رضا بده يبيع البيت ونحن رح نشتري منه ونعطيك اياه. يا باشا انا ما ضل حيلتي وفتيلتي غير هذا البيت، ومثل ما قالوا لي يعني بدهم يعطوني حقه على دفعتي. انا الباشا، الباشا انا يا رضا، انا بدفع دفعات لاشتري بيت. اسمع، هني قالوا لي انه انت رجال ميسور وبدال البيت عندك 3 بيوت، لذلك راح يشتروا البيت منك وراح يهدوني اياه هديه. والله يا باشا انا مصدوم من هذا الحكي، يعني هدول الجماعه بدهم يعطوك البيت هديه ويعطوني دفعه اولى ويقولوا لي باخر شيء انه اخي الباشا ما بيتناقش، فالجماعه بدهم يبيضوا الوش على حسابي، وانا باخر شيء طلعت واحد غبي وما لي فهم شو عم يصير. لا تهدلها، هدي ولا تهدلها، هذا بيتك وما حدا بيقرب على بيتك وما حدا بيسترجي يقرب على بيتك. اسمع يا رضا، انا رح اشتري لك دكان بنص السوق بدال الدكان اللي روحوا لك اياه، وهذا الدكان رح اشتري لك اياه من حسابي الخاص. انت بتستاهل يا رضا، انت بتستاهل كثير، وانت قليل من امثالك. والله يا بيك ما لي عرفان شو بدي اقول لك، هون عنا بالحاره ما في حدا عم يبيع بيته، وكمان يعني عدم المؤاخذه كل الناس قاعده ومكنكنه ومبسوطه، ما فينا نروح لعند العالم ونقول لهم بيعونا بيتكم. يا جماعة بالمختصر المفيد أنا بدي بيت بهي الحارة، وقد ما كان حقه بدفع، ومن ناحية الكرامية هيك لكم فكرة تاخدوها من عيني هي قبل هي. يعني قد ما كان حقه بتدفع؟ إيه بدفع. إيه ماشي ماشي، هيك إن شاء الله منلاقي لك طلبك، بس بدك تمهلنا شوية بيك. ماشي، بس يا جماعة لا تتأخروا علي، لأنه أنا بدي جيب أولادي وعيالي على الحارة. لا لا ان شاء الله ما متاخر عليك. يلا السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. زعيم القصه فيها هبره ماكله، شو رايك نحكي مع ابو محمود؟ هذا يعني علاته بخضه، شو ما قلت له بيقول ايه، نقنعه انه يبيع البيت. ايه شو علي، بس قصتي محفوظه. لا يا زعيم دافنينه سوا. منيح ابو محمود منيح. لك ومنه منشتري بيتين، بيت صغير الي وليك منعيش فيه، وبيت لمحمود خلاص. لك انت جنيت بدك تبيع البيت؟ لك ابنك صار كبير، محمود صار كبير ولازم يتجوزه. يعني ابنك ما بيتجوز الا اذا بعنا البيت؟ لك منسكنه عنا. ولك يا مرا العرس وتكاليفه والجهاز والفرش وخلافه، منين بدي اجيب حقهم انا؟ منين بدي اجيب حقهم؟ بالله شو هلا مشان العرس وخلافه بدك البيت تبيعه يلي ساتلنا وقاوينا؟ ايه انا مقتنع خلاص، وابو حمدي معه حق، هذا الحديث ما بدي فيه نقاش، انا غراري من راسي، غراري من راسي عم اقول لك. حسبي الله ونعم الوكيل. لك انت شو في بعقلك يا ابو محمود؟ عم اقول لك ما بدي حديث بهذا الموضوع، خلاص خلاص. شو يا ابو محمود؟ قال اسمعنا بدك تخطب لابنك الله يسلم لك يا. اي والله يا زعيم، عبال اولادك ان شاء الله. الله يخليك يا تسلم.
وعلى مين ناويين؟ يعني مين هالسعيدة الحظ اللي بدك تخطبها لابنك؟ والله العيال عم يقولوا بنت ابو سليم العطار. لا لا خير لا من كل بنات الحارة ما لقيت غير بنت ابو سليم العطار. خير شبهها خير ان شاء الله. يعني عدم المؤاخذة هي البنت كانت مخطوبة لابن عمها ومكتوب كتابها علي، وبعدين فقست القصة. لو انت مالك مضطر تجوز ابنك لوحدة يعني مثل عدم المؤاخذة. ايوه والله يا زعيم والله معك حق. يعني اذا بدك تحت ايدي وحدة معدلة وعلى كيف كيفك خرج ابنك تمام. مين يا زعيم؟ ولو بنت الخضرجي، بنت ظريفة وآدمية ومعدلة ونظايفية وعلى كيف كيفك. بعدين يعني عدم المؤاخذة بكفي انه هي تكون بنت اختي حتى يكون شرف لإلكن. ايه ولو والله إلنا الشرف، إلنا الشرف يا زعيم. شو يعني توكلنا على الله؟ ايه متوكل على الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لك حتى الناس بدهم يتدخلوا بجوازة ابنك؟ ولك شو دخلوا الناس ينقوا عروس لابنك؟ نحن كأنه لنا رأي ولنا خاطر. لك بهالأيام لازم الواحد ياخذ رأي الناس، إذا ما أخذ رأيهم بيكون جاهل جاهل. لك أي جهل عم تحكي عنه أنت آه؟ ولك نحن عايشين على كيف الناس، وأنت كل ما بتاخدك وكل ما بتجيبك. لك ابنك رايد بنت العطار، شو دخلوا الزعيم لحتى ينقي له عروس؟ لك يا مرا الزعيم بده مصلحتنا مصلحة ولدنا، يعني بده زوجه بنت الخضرجي. وينك انت؟ فكري فيها، يعني شلون ما لفيتيها؟ منكون قرايبينه للزعيم. لا يا سيدي، هو بده ينفق بنت اخته على حسابنا نحن، لانه هي عانس ونفسيتها حامضه، وانت يا غافل الك الله. انا اعطيت كلمه للزعيم وما بتراجع، هذا الكلام ما بدي فيه نقاش. ايوه بعدين هذا البيت بدي بيعه، بدي بيعه. اشتري بيتين، واحد صغير لي ولك وواحد لمحمود، خلاص انا ما عاد ناقش. ربي بخيلك، حسبي الله ونعم الوكيل على هالزلمه. مدري شو صاير بعقله. شو محمود؟ غيابي. سمعت انك ما عم تعرف تحلق للناس. ليش؟ مين اشتكى لك مني؟ بعرف، بعرف انك ما بتحب هالدكار، والانكا ما حابب تتعلمه مني، هي الانكا. لا حول ولا قوة الا بالله، ومين اللي قال لك انه انا ما بحب هذا الكار يا بي؟ المختار، اخر مرة حلقت له لابنه وانا مشطب له دقنه مدميه، يخرب بيت عداك. الله وكيلك مو صحيح هذا الحكي، كل القصة انه اسمع، بما انه انت ما بتحب هذا الكار وما حابب تتعلم مني، فخلاص المختار اقترح علي اني اجيب ابنه وعلمه هذا الكار. فخلاص انت ترك هالشغله وخلي ابن المختار يشتغل بدالك. يعني شو فاهم منك بهذا الحكي؟ بدك تطلعني من كار الحلاقه وتجيب واحد غريب تشغله محلي؟ سبحان الله سبحان الله، انت مثل امك اخلق منطق، بدك تخطف الكباي من راس الماعون. لك ابني انت ما بتحب هذا الكار، بيجي ابن المختار وبيقعد بيشتغل فيه، وانا رح افتح لك دكانه، دكانه خضرجي، فحضر لي حالك مشان السندية الخضره والفواكه. ماشي؟ لك شو هالحكي اللي عم تحكيه يا ابي؟ مين قال لك انه انا ما بحب كار الحلاقه؟ لك انا بحبه، واذا مالك مصدق روح اسال الزباين كلياتها بتمدح فيني. ابي لا تكابر، انا شايفك عم راقبك والناس عم تشتكي منك، خلاص حضر لي حالك لصناديق الخضره والفواكه. وين امك؟ حفيظه محمود وينك؟ خضره فواكه، لا حول ولا قوه الا بالله. بدك تبيع البيت قبل ما تأمننا غيره؟ قلنا امرنا لله، وحرمت ابنك من البنت اللي بده اياها وبلعناها كمان. قلعت ابنك من الدكان وحطيت ابن المختار بداله، وعملت لابنك بسطة او ما حكينا شيء. بس انك تتبرع بنص حق البيت للفقرة والمساكين لانه هيك الشيخ عليم قال لك؟ لا هيك كتير وكتير كمان. لا ما في شيء كتير بحياتي الا وزك انت ونقك مثل الضفدع براسي ليل نهار. ولك اشتريت مرة واحدة. اقترح عليك اقتراح وتوافقي، كل مرة بقترح عليك بتقومي بتجي عكسي، بدك تعكري مزاجي وتخضي بدني. لك يا رجال يا رجال، في حدا عنده عقل بيبدي مصالح الناس عن مصالح أهل بيته؟ لك شو قصدك انت؟ قصدك انه انا مالي عقل؟ يعني انا مجنون؟ هاد ما في مخ. لا انت مالك مجنون،
انت واحد كل ما بتاخذك كل ما بتجيبك مثل الخشخاشه. ولك حاجي بقى، حاجي بقى حفيظه، حاجي بقى برمي عليك يمينها. ارمي علي وخلصني. ولك خلص روحي من وشي، لا تستفزيني، لا تستفزيني، روحي من وشي. لا ما رح روح الا لتبطل بيعة البيت وترجع ابنك للدكان وتخطب له البنت اللي بده اياها، والا قسما عظما بتلاقي مني شي ما بيرضيكها وما بقعد ولا دكه بالبيت. والله انا محتار، معقول اللي عم يصير بحياتي؟ لك فتره قصيره بعنا واشترينا، تركنا الكار، علمنا الكار قبل المختار. يعني معقوله فقسنا بنت العطار وارتبطنا ببنت الخضرجي؟ مين اللي صح؟ يا ترى الناس اللي صح ومرتي غلط؟ مرتك هي الصح، الناس كلها غلط. ما بعرف والله. قلت لك يا ابو محمود انه انت بدك تطلق مرتك مشان تجوزها للبيت. لك شو عم تحكي انت؟ من كل عقلك هذا الكلام؟ ايه من كل عقلي، هيك الناس عم تقول. قال انت بدك تبيع دارك للبيك ومرتك ما بدها تطلع من الدار منشان تتجوزوا للبيك. لك شو عم تحكي؟ ليش هيك عم تحكي انت؟ مو معقول الكلام، لا مو معقول. لك مو انت رجال معدل وبتسمع نصائح العالم المعدلين مثل حكايتك؟ هيك عم يقولوا العالم. لا انا من هلا بدي رجع كل شيء مثل ما كان بالاول. لحظة يا ابو محمود، وقف. كل شيء قلت لك يا عن مرتك والبيك هو كلام كذب بكذب، لانه يا ابو محمود مو كل شيء بيقولوه الناس هو كلام صحيح، ومو كل نصيحه بتنقال لك لازم تاخذ فيها. شو بيعرفك انه هدول الناس ما بدهم مصلحتك وعم يضحكوا عليك ويستغلوا طيبه قلبك. انت من امتى بقى؟ من امتى هون؟ من اول ما كنا بالحارة هو. سيك كتر خيرك، الله معك ويصلحك ويهديك. شو قصتهم هدول يا ما عم يفتحوا؟ لك يا بحاجة خبيت، لو كان في حدا جوا كان سمعوا فتح. لك شلون ما في حدا؟ بصير ما يكون في حدا. طول بالك يا بي، طول بالك، يمكن ما في حدا جوا. حتى لو ما كان في حدا بدي ضلني دير لحتى يفتحوا. على مين عم تخبيت؟ لك بيت اخي هاد، بدي اخلعوا للباب. يا حرامية لعنة. وقف 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 وقف. لك شو عم تعمل انت؟ ليش عم تكسر الباب؟ انت حرامي معناتها؟ انا مالي حرامي. لك انا فكري هذا بيت اخي، شو دخلك انت؟ مين انت؟ فكري عمي يعني؟ ايه انت مين؟ انا تحسين. انت تحسين؟ اهلين عمي. اهلك كبران يا برمان. اهلين عمي. اهلين. مين هدول؟ هدول اولادي. اهلين اهلين اولاد عمي. ايه شو بتنفوت تحت؟ لا 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 عمي، انا باخذك على بيتنا الثاني، اكبر واحلى واوسع واشرح. وين هذا البيت؟ هون بالحاره، بيتم الحاره. يلا شرف شرف عمي. ولان سلم على ابوك. هلا 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 بحكي لك عمي. شرفوا شرفوا ولاد عمي، امشوا. لك ولا كبران ولا؟ يلا شرف شرف عمي. الله يخليك يا الله، ما شاء الله كان بحرة وعريشة وديوان ومشرقة خزانة العين. شو هالبيت الحلو؟ نورتوا عمي نورتوا. تسلم يا تحسين تسلم. هذا البيت إلكم عمي؟ لك أنت؟ لك عمي، هذا البيت إلي ولي لسه كمان دكاني بالحارة. عندك دكان كمان؟ لك ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. إيه طيب وأبوك فينو؟ أبي يعني عدم المؤاخذة عمي كبر، كبر بالعمر، ما عاد فينه يقضيها رايح راجع على الارض. ايه مضبوط. ايه ليش انتوا عندكم ارض؟ لك عنا ارض سياحه نياحه، خلص باخذكم عليها يعني بعد ما اخلص شغلي. خزانة العين، شو بتشتغل عمي؟ بحكي لك عمي، بحكي لك بعدين، بس هلا انتوا عدوا وارتاحوا وانا رايح اجيب لكم اكل من السوق، يلا. ايه الله معك، جيب لنا اكل. يا سلام، شو هالبيت الحلو هاد، طير عين. لك هذا راح ونسينا نقول له شو بدنا ناكل. يا شو بدكم تاكلوا؟
يا بي والله عيب نقول له يجيب لنا كباب. لا حاجتك بقى شو عيب، بدنا ناكل كباب، انا رايح اقول له يجيب لنا كباب. شو يطير دبناته للعقل؟ شو هالبيت هذا؟ لا لسه في ارض كمان. يا عيني يا عيني. لك مثل ما عبلك عمي فكره اجى من السفر وجاي معه مصاري كثير وقال بده يشتري لي بيته لفارس بيك مشان يسكنني فيه. لك ايه مو بس هيك، لك بده يشتري لي كمان دكانه مشان يشتغل فيها ويجي يطلبك من ابوكي. طيب وابوك؟ لا خلصتي لا تاكلي هم، كل الامور رح تكون على كيفك. ماشي تحسينه. يا برني تحسينه، يلا بخاطرك يا روح تحسينه. عمي عمك عم الدبب ان شاء الله. ما شاء الله عنك شو ذكي، عملتني اغنى واحد وانا ما معي النقله. عمي لانه بحس انه بالبلد تكون زنجيل. لا بقى ضريبه اللي فيش لك حنكك ولا شوف بدك هلا تحكي لي شو لك مصلحه مع هاي المخلوقه لحتى عم تقول لها انه انا غني. هلا بحكي لك عمي، بس الله يخليك لا تحكي لها بشي. ماشي بساعدك بس كل شيء بحقه. لك ماشي عمي، شرف قدامي، شرف. ما شاء الله ما شاء الله، صار عندك بيت باسطنبول؟ ابو سعيد بس بيت واحد؟ نحن عنا بيوت كتير، قصور كتير، عنا فلوس كتير، ذهب كتير. نحن اجينا على شام عشان اشوف بيت اخي واخد معي تحسين. وزيت حسين على اسطنبول. بدك تروح على اسطنبول يا تحسين؟ والله يا عمي ابو سعيد يعني عدم المؤاخذه اسطنبول بس للمعمله، يعني هنيك بنروح بنشتغل بنجيب مصاري، بس الاقامه والسكنه هون بالشام اجباري. ما بدك تشتري بيت هون بالحاره؟ بلا عمي بلا، يعني عمي الله يخلي لي اياه ناوي يشتري لي بيت فارس بيك. بيت فارس بيك، ولو ان شاء الله لقينا بيت اكبر نشتري. الله يزيدكم، الله يزيدكم من نعيمه والقايل ان شاء الله. يلا على زكوا لقوم جيب لكم ضيافه. لحظه ابو سعيد، نحن لا نشرب كافيات لا نشرب شايات الا اذا انتم موافق على طلب. نحن انا بامرك، شو طلبكم سيدو؟ نحن نطلب ومنشان ابن اخي تحسين، نحن نتشرف بطلب ايد ابنه حضرتكم لحضرتها تحسين. وانا لي الشرف، بس يعني مو لازم ابو تحسين يكون موجود معكم مشان يطلب البنت حسب الاصول. ابو تحسين لازم يكون معنا لكن هذه اصول، هو مكسور الجروم ما يقدر يتحرك مكسر. لا سلامته. هلا انا موافق على جوازي، بس يعني بتعرف لازم اخذ راي البنت. لازم يا راي بنات تاخذ اوام هون. انا اذنكم. ليش شو هذا يا عم؟ قسما بالله حسيتك جاي من نص طنبولة. شو هاد؟ ما شاء الله عليك ولا بالك العز، بس عمي الله يوفقك. اختصر اختصر مشان يعني سلم لي ثياب اصحابها. ايه بس اخذني الحال انا. بعد ما هلا شفتهم ترغلك. لا ما شاء الله. ما جا. اجا. طمنا عمي. يا سيدي نحن عطيناكم اذا رب العالمين عطاكم. تشكروا. الله يخلينا اياكم. ان شاء الله الف مبروك. سمعونا الفاتحه لنا التوفيق. يا رب الله يبارك فيك. بسم الله. انا بمشي لعنك عمي. وصديقي حمدي شاب جدع سجرته قبضاي ومعه مصاري وميسور وشاغل له شي 30 مصلحه وكلهم خاتمون. ما شاء الله. وكان اهلين فيك عمي حمدي. اهلين. كم مصلحه متعلم انت؟ انا مصلحتي الخضره. خضرة يا سلام ونعم المصلحة. هلا يا بي بيع الخضرة صارت مصلحة؟ شو بقى الخضرة لك عمي؟ شو بقى الخضرة ما لها مصلحة عم تقلي؟ شلون بدك تبين بين الخضرة المنزوعة والصالحة؟ لك يا بي شلون بدك تميز بين البصل والخيار؟ ايه وشو اشتغلت كمان؟ اشتغل اجير حمام. اجير حمام يا سلام كثير منيحة. لك يا بي من ايمتى اجير الحمام صار صاحب مصلحة؟ ايه وشو بتفهم كمان؟
بالطيور، بفهم بالطيور. قصده بيحب الطيور وبيعطف عليهم. ايه بيحب الطيور، ما في احلى من العطف والحنان. لا يا بي مو هيك قصده، قصده انه وحمي ماتي. خلاص معه. وشو بقول وحمي ماتي؟ لا بيناسبنا ولا بيشرفنا. لا ناقص ولا ناقص. بس طول بالك طول بالك طول بالك. عفوا يا بي لا تضربهم. طول بالك. شو طول بالك؟ اعطيني الليرتين. ايه على على العين. اعطيني الليرتين يا بي اعطيني الليرتين. لا عمي. لا انا ولا غيري بنرضى ببنتك البايرة اذا عندها هيك زغبة. هات الليرتين. خلص خلص روح روح طول بالك حدي طول بالك. الله يبارك فيك يا حاج. عم تاخذ منه ليرتين وما عم تضربه كمان عم تاخذ منه ليرتين. شو قصدك انت؟ بدك تطلع كيكي؟ عم جري روح خلتي روح. بيحكي علي هنس ناس حمدي قال انا بايرق. لا يصح له اصلا. لك يا تحسين لو انك قلت لي شوفي براسك كنا اشتغلنا سوا وطالعنا مصاري سوا. يا عمي خفت تزعل مني يعني لما تعرف انه انا عم جيب خطابه لعند بنتك وعم باخذ منهم عمله. لك ما بزعل اذا في اتفاق. انا بعلمك شلون انت تصطاد الرجال اللي عليهم قيمه بتسحب منهم مصاري منيحه مو الارتين. ايدي بزدنا لك علمني شلون عمي شلون؟ هلا بنروح لعنا على البيت وعلى الطريق بفهمك شو الموضوع. ماشي. تمام. نعم. وين اللي وعدتني فيهم؟ خلصنا. شو خلصنا؟ خلص عمي والله رح حاسبك بهدول المصاري. قلت لك كل شيء بحقه. خلص على عيني هدول المصاري تبع قصة خطبتي انا من البنت خلص عندي هلا على الطريق بحاسبك فيهم. يلا شرف عمي. لك عمي من هون البيت شرف شرف. يا جبلي طرية ومالحة وجبلي جبلي يا بابا جبلي حلق الألمس ذكرته يلبق لي حكيته شي لا والله زعلته شي لا والله. قولي على اسمه لك منو انت؟ من انت؟ من انت؟ شو عم تعمل هونك؟ شوفوا بيتك لهون يخرب بيتك. ولك انت مين؟ لك هذا بيت عمي تحسين؟ ولك مين تحسين؟ أهلا فارس بيك. أهلا وسهلا. أهلا فارس بيك. أهلا فارس بيك. إيه؟ هدول شو عم يعملوا ببيتي ها؟ هدول بيت عمي جاي جبتهم مشان ينظفوا لك البيت. ها جبتهم مشان ينظفوا لي البيت ولا اجيتوا مشان تسرقوا البيت؟ عفوا نحن مالنا حرامية. ولك اخلص ولك فورا فورا. تحملوا حالكم غضبوا غراضكم تطلعوا دغري برات البيت فورا. لك يلا لسا واقفين قدامي. يلا ولا يلا خورك يا بي طول بالك شبك شو صار لك؟ ليش عم تزعل اختك؟ ايه الشحش هذا؟ لو عم تقول انا ابوك جحش بعيب عليك. ولكن انا من وشي ولا خذها من وشي خذها من وشي ولا لا؟ يلا بس استنى بنت عمي في سؤال بس انا عمي ما بشوف. ايه عمي 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 هلا شو ها؟ جايين نطفو البيت؟ لك هذا انت ابو تحسين بكرساح واخوك اللي جاي من اسطنبول وجاي يخطب بنتي وعلى اساس انه يعني هو شي غني وعنده املاك وعنده اطيان. لك يخرب بيتكم من حالكم. لك شبك شبك اهدى عن مين عم تحكي انت؟ لك اخوك فكري شبك فكري؟ لك فكري ما بحكي انا وياه من 20 سنه، لك هذا عند ابوري نصاب فكري. مو مشكلتي يا عمي مو مشكلتي، وهي خطبه فاسه من اساسها، لك تضربوا انتوا والعيله، تضربوا انتوا والعيله، العمى خالك اكل كل ورده امك، يعني مفكر حاله اذا رباكم وصرف عليكم، يعني حيكفر عن ذنبه؟ امك كان عندها ذهب ومصاري ومالكانات كلهم ورثاتهم من جدك الله يرحمه. عمتي انت متأكدة من هذا الحكي لما كون ظالمين للزلمة؟ طبعا متأكدة لك ابني، ابوك بزمانه مر بضيقة بشغله وكان حيروح فيها مؤبد
قامت امك جابت له صندوق الصيغه والحجج تبع المالكانات تبعها وقالت له تصرف فيهم، بس ابوك وقتها ما قبل. ايوه كل المصاري تبعات امي مع خالي بحياته ما جاب سيرته مبينه ما بدها عشرة، اكيد بباله شيء ولا سمع على شيء. اكيد لك ابني، بس عالمي انا حسيبه وما بخلي حقكم يضيع طول ماني طيبه. طيب عمتي بدي اسالك سؤال، انت ليش ما ربيتينا عندي وما حويتينا عندي؟ هادي نشوف. والله يا ابني كنت بتمنى، خاصة انه انا الله ما طعمني اولاد، بس جوز عمتك الله يرحمه كان كتير صعب وقاسي وظالم، هددني اذا بحكي معكم او بشوفكم بده يطلقني، بس هلا بعد ما ارتحم هي التقينا واجتمعنا الحمد لله. امك قلت لها بعده بكره بتروح عند ابو احمد بقول له ابي جاي لعندك بكره الصبح، لا تنسى امرك يعني امرك. ايوه بعدين الاغراض اللي انا بدي اخذ له اياها وانا جاي لعند ابنه بكره باخذ له اياها، وبعدين ما راح اتاخر انا عليك شيء يعني بين 10 و 11 ولا قال لك روح لعنده من هلا وخبره. يلا الله معك. شو بكرك خالي؟ ليش هيك منظرك؟ أنا جاي من خناقة، خير شو بك؟ شو في؟ خبرني. إيه والله يا خال، خناقة كبيرة. وأنا مسكر المحل هجموا علي ثلاث شباب زهران طول بعرض. سلخوني قتلة واثنين كمشوني برا وثبتوني واحد فات لجوا. سرق الخزنة. سرقوا الخزنة؟ والله وشي أسود منك يا خال، بس ما قدرت قاتروا علي. وقدروا يفتحوا الخزنة؟ لا. سرقوها كلها هيك مثل ما هي. ولا يهمك يا خالي، فداك. المهم انت ما صار لك شيء. لك شو عمتي ما خلينا طريقة ما كانت تنفتح معنا الخزنة. الله يصلحك يا مسعود، لك يا ابني كنت لازم تفكر من الأول، أول تأمن المفتاح بعدين تسرق الخزنة. ليه؟ يا عمتي يا حبيبة قلبي، ما فينا ناخذ المفتاح. لانه خالي بيحط المفاتيح كلهم بغرفته، يعني اي حركه بدنا نعملها بدنا نكشفها. معناتها ما في حل غير نكسر الخزنه. لك شو بنا؟ بنوا طريقه بدنا نكسرها للخزنه، لك ما خلينا طريقه. لعمة. عم اقول لحالي، لك اخي عم اقول لحالي ليش خالي ما زعل لانه سرقت الخزنه؟ اتاري هو متاكد 100% انه الخزنه ما بتنفتح الا بالمفتاح تبعها. ايه معناتها بدنا نسرق المفتاح. ما في كلام. اخي شلون بدنا نسرقه؟ نفوت على غرفة خالها؟ والله يلي سرق الخزنة بيسرق المفتاح. يلي بلش اللعبة بده يكملها للاخير. لا يا نادر لا، وأنا اللي وثقت فيك. طلعت أنت اللي سارق الخزنة واللي كنت شاكك فيه طلع مظبوط، وكنت عرفان إنه عمتك حسيبة ما راح تتركني بحالي. تفتح الدفاتر القديمة وتنقش القصص المنسية. شو عليه؟ الله لا يوفقه، يعني الخزنة فاضية لا فيها حجج ولا فيها مصاري. الله يسامحك يا أخي، أنت شلون بتخلينا نتعب كل هالتعب؟
لك شلون بتورطنا كل هالورطه وانت مانك متاكد انه الحجج والمصاري موجودين جوات الخزنه؟ لك شلون ماني متاكد؟ انا المتاكد كل يوم بعيوني هدول التنتين اللي بياكلون دود بشوفه عم يحط المصاري والوراق والحجاج. لك وين هذا الشيء كله اللي عم تحكي عنه؟ يعني شو هالصدفة العجيبة هي يلي خلت خالك يفضل خزنة قبل ما نسرقها بدقيقة واحدة؟ ابني معناتها خالك ما له زمان وهو مغير محل الخزنة وقايم الحجاج والمصاري ومخبيهم بالبيت. يا عيني عليكي، يعني هلا شو بدنا نسوي؟ بدنا نطحش على البيت وننكته لنطلع الوراق والحجاج. اخي بمعيتك معيتك اخي، خلينا ننسى الموضوع كله هاد. الله وكيلك يا اخي، نحن كنا رضيانين بعيشتنا ومبسوطين وما احلانا، كنا رضيانين ومزهزين هيك قبل ما نعرف انه في قصه بمرت امك. اخي انا بدي ارجع حق امي، بدي ارجع حق امي لو اضطر الامر اني اقتله. وصلت معك لقتل لك اخي؟ انت اخي الكبير وما بدي مديري عليك. حقك على شواربي. الشكل المصاري والطمع عموا على قلبك ما عاد شفت قدامك منو. اسمع لك اخي، انا ما في شيء بالدنيا كلها يخليني اقتنع انه خالك في احسن منه بالعالم، لانه هو اللي كبرنا وهو اللي ربانا وهو اللي تعب علينا. انا ما عاد بدي شاركك بالقصه، واذا لي حق عن خالي انا مسامحه. عم تسمع؟ انا مسامحه. اخس عليك يا نادر، اخس. وينك مسعود؟ اوعك تعمل مثل اخوك تتراجع. انا ما رح اتراجع، اذا هو تراجع انا رح كفي للاخير. مظبوط، كل صدورك بمحل خال. انا اللي اخترعت قصه الزهران تبع المحل، واخي مسعود هو اللي فات سرق الخزنه. والله ماني عارف شو بدي اقول لك، ماني قدران احط عيني بعينك لاني ندمان. بس اخي مسعود الله يسامحه تركني هون مش المدفع قدامك. لما انت قلت له انك بتعرف الفاعل حسيت انه انت بتعرف عن جد، مشان هيك اخترعت. ضميري صار يعذبني يا خالي، قلت انه لازم انا اجي اعترف لك واقول لك كل شيء محكومة لساني، لانك انت خالنا مفضل علينا. بس يا خالي في شغله بدي اياها منك، لازم تعرفها مني. اخي مسعود هذا اخي من لحمي ودمي، يعني ما بقدر اتخلى عنه. انت لازم تعمل شيء لانه اخي مكمل القصة. انا خايف يتورط ويعمل شيء شغله غلط بحقك لا قدر الله. طيب خلي اخوك بكره الصبح يجي لعندي لافهم منه ليش هيك عمل. واطمن ما راح يطلع من عندي الا رضيان. منيح هيك؟ الله يخلي لي اياك يا خال ويطول بعمرك. هاي حبيبي. لا استغفر الله. بالزمانات عمتك حسيبه تجوزت واحد ضلالي، ولما عرف انه ما بيجيب اولاد طلقها بدون شفقه او رحمه. وانا من قهري عليها رحت لعنده وقلت له انا مستعد اتجوزها حتى لو ما بتجيب ولاد. المسكينة فرحت كتير وتأملت فيني خير، بس للأسف صارت معي مشكلة خلتني اتراجع وما نفذ الكلام اللي قلته. بعدين أمي كمان هددتني إنه أنا إذا بتجوزها تغضب علي ليوم الدين. ومن وقتها كرهتني وحقدت علي. ولما دريت إنه رجعت على الحارة بعد وفاة جوزها قلقت، قلت اكيد رح تعمل شيء مشان تفرق بيناتها. من وقتها كمان صرت راقبكم وعرفت انكم بدكم تسرقوا الخزنه، وسهلت على نادر سرقه المفتاح من غرفتي.
بس للأسف كانت الخزنة فاضية. إيه مسعود؟ اللي حبيبي إذا ناقصك شيء بدك مصاري من عيوني يلي بدك يا أنا جاهز له، بس بشرط لا تسرق ولا تحتال. بعدين مشان الورثة، الحقيقة أنا كنت مقرر ما أفتح هذا الموضوع نهائياً وضل ساكت، بس هلأ لازم أحكي. أبوكن الله يرحمه وقع مشكلة كتير كبيرة وكان رح يفوت على الحبس. وقتها عرضت أمك أملاك عليه فرفض. إجت لعندي بعد منها وعرضت علي أملاكها لحتى تدفعوا للتجار وطالق أبوكم من الحبس. والحقيقة أنا ما هان علي أختي خليها بدون ورثة. وهلا إذا بتنزلوا على الطابق بتشوفوا إنه نص المحل مكتوب باسمكم. يعني سبركم بسبر أولادي. بقى عن أي حق وأي ورثة عم تحكوا؟ بعدين مو من شيء من القبضايات تنسى الخبز والملح. كمان مو لازم كل شيء بنسمعه بنصدقه. اعتبروا هذا الحديث اللي عم لكم اياه درس تتعلموا منه، مثل ما بيقول المثل من امنك لا تخونه لو كنت خونه.